السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الجزء الثالث من جزء الميزانية في المساحة، والجزء دوت مهم جدا. أهم حاجة في أي جهاز مساحي هستخدمه إن أنا أعمل له حاجتين: سيتنج أب وليفلينج. سيتنج أب معناها تثبيت الجهاز على النقطة المرادة. طيب والليفلينج ان انا بظبط افقية الجهاز. ليه بظبط افقية الجهاز؟ عشان تبقى جميع الارصاد ريليتد لمستوى افقي، منسوبة الى المستوى الافقي، وبالتالي ينفع اعمل حساباتي. عشان ننفذ الكلام ده، نقول اي جهاز مساحي ايا كان اسمه بيبقى فيه حاجة اسمها ثلاث مسامير التسوية، بالانجليزي بيسموها الليفلينج سكرو، اللي هي الاي والبي والسي. وليه تلاتة؟ تقوم تقول لي انت عايز تعمل جميع ارصادك ريليتد للمستوى الافقي. اي مستوى في الدنيا، الناس بتوع الرياضيات زمان قالوا لنا اي مستوى يحدد بتلات نقاط ليست على استقامة واحدة، يعني ما يبقوش تلات نقاط كده اي وبي وسي، ده مش هيحدد مستوى، ده هيحدد خط مستقيم. عشان كده هم جم عملوا، هم دول اللي هي مصانع الاجهزة المساحية، عملوا الثلاث مسامير التسوية دول ليست على استقامة واحدة. وكمان لما جم يصنعوها خلوا الثلاث مسامير دول تقريبا بيعملوا مثلث متساوي الاضلاع. الحاجة التانية، عملوا في الميزان او في جهاز المساحي حاجة بنسميها ميزان المية. ميزان المية قد يكون لونجيتيودنال، عبارة عن جزء من انبوبة كده والفقاعة بتبقى في النص، او سيركولر زي دوت وبتبقى الفقاعة دي انا عايز اجيبها في المنتصف عشان اضمن افقية الجهاز. فانا بخلي، لو افترضنا ان الفقاعة كانت مكان الدايرة البيضة الصغيرة دي، بخلي الفقاعة دي تقريبا موازية للاتجاه او في نص المسافة بين A و B، وابتدي احرك المسمارين دول اختياريين في الاول، يا اما الاتنين مع بعض للداخل زي السهم دوت، او الاتنين مع بعض للخارج كده، لغاية لما انقل الفقاعة دي من الوضع ده الى الوضع ده. ايه الوضع الجديد دوت؟ الاقي ان الفقاعة دي اصبحت تقريبا في منتصف المسافة بين النقطتين A و B، وانا زي ما انا كده هبتدي احرك الزرار التالت ده لوحده اللي هو السي للداخل او للخارج، لغاية لما شد الفقاعة ديت من مكانها اللي هي اصبحت في النص كده لغاية لما دخلها في السنترال كده، بدأ ضمنت افقية الجهاز. طيب عملنا الافقية وثبتنا الجهاز على النقطة اللي انا عايزها، عايز استخدم بقى الميزان عشان اجيب الفرق في الارتفاعات. اقول طيب انا ظبطت الميزان اهو، ثبته على النقطة اللي انا عايزها وظبطت افقيته، وعندي نقطتين، نقطة اسمها A ونقطة اسمها B، وظبطت افقية الجهاز، هحط مسطرة مدرجة عند الA وهحط مسطرة مدرجة عند الB. هاخد القراية هنا هتبقى باك سايت، وهاخد القراية هنا هتبقى فور سايت، لان انا هشيل الجهاز بعدها. ارتفاع الجهاز، منسوب سطح الجهاز، لو افترضنا ده الديتم، منسوب سطح الجهاز اللي هو المسافة دي، ده يساوي ايه؟ يساوي reduce level بتاعت الايه زائد قراية الباك سايد. طيب لما جيت انا كده هنا، لو انا زودت دي كده، الشكل اللي انا عملته ده، الشكل ده كده مستطيل. من خواص المستطيل ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني متوازيين ومتساويين، يعني الطول ده كده قد الطول ده كده. المسافة من هنا لهنا دي اسميها زد البي اللي هو منسوب نقطة بي، يبقى الهايت اوف انسترومنت اللي هي المسافة دي عبارة عن مجموع حاجتين، الفور سايت زائد زد البي، يبقى زد البي يساوي الهايت اوف انسترومنت اللي انا جبتها من المعادلة اللي فوق ناقص الفور سايت. دي اساس الميزانية، دي ازاي بعمل حسابات الميزانية. طيب ازاي اجيب منسوب اي نقطة؟
لازم ابتدي من نقطة معلومة وبعدين ابتدي اشوف البنش مارك دوت منسوبه قد ايه، وابتدي اخد قرايات زي ما اتفقنا كده هنا على نقطة A ونقطة B، واجيب الفرق ما بينهم واحسب المنسوب. الا ان في الميزانية بيبقى عندي طريقين للحسابات، وطريقة الحسابات لا تعني ان المناسيب هتختلف، دي مجرد طريقتين للحسابات فقط. الجزء الجديد ان شاء الله هنتعرف فيه ايه هما الطريقتين دول وازاي انفذهم.